السلام عليكم إخواني. اليوم رحنا كنتواجدوا في شاطئ السعيدية، كما كتشوفوا البحر هائل، يعني كما كنقولوا حنايا زيت، بحال الزيت، يعني ما كان لا موجه لا اضطراب، لا يعني الحالة جيدة جدا. الشاطئ كما كنشوفوا الرمال الذهبية، ولكن مع الأسف الشديد الإنسان بعض الأحيان كنقولوا ما يستاهلش هاد المؤهلات الطبيعية اللي سيد ربي عطاها لنا. فمن يعني من المعطيات ومن الضروري أنه الجماعة المحلية السعيدية تقوم بجمع النفايات لكي يخليوا المصطفين على كل محل. لاحظت أنه الحمد لله الوعي تاع النظافة كينتشر شيئا فشيئا، وهذا العام ثاني كشفت بزاف تاع المواطنين اللي كي يتطوعوا تطوعا وكيجمعوا الصليح ديالهم. ولكن مع الاسف الشديد هذه تقريبا اسبوع وانا هنا في الشاطئ، اسبوع والمواطنين كي يصطافوا يتجولوا وكيجمعوا وكيحطوا الصليح. كما كنشوفوا هذه القمامه هنايا، هذه دابا راها من يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه، كما كتشوفوا هنايا هذه خمس ايام، وهاد الاوساخ مجتمعه. اذا هذا هو علاش قررت ندير انا هذا اللايف، هذا باش ندد من هذا العمل السيء اللي كيسوء للطبيعه ديالنا، الطبيعه ديال ما كانش هنا. هنايا كاين هاد المجموعه كنشوفوا لها عند الكوديان، كاين مجموعه اللي هي كذلك في كاين دوك الكراسه، كاين مجموعه اخرى، وهنا كذلك. يعني انه المواطن قايم بالشغل ديالو، انه ما كيخليش النفايات فوق الشواطئ فوق الشاطئ، وكيحاولوا يجمعوها في اللي كنا كنعرفوا انه الشركه اللي مكلفه هنايا هي الشركه تاع اوزون، كانت كتفوت يوميا كل صباح كتجمع هذه النفايات وكتخلي واحد الكيس باش المواطنين يجمعوا فيه. دابا هذا اسبوع وهاد النفايات هذه هنا مجموعه. و سولت واحد العامل من الشركه، ربما انه تم طرد واحد المجموعه تاع العمال في هذا الوقت اللي هو وقت يعني حساس كثيرا، لانه المصطفين كيتوافدوا على الشط في هذا الشهر تاع سبعه والشهر تاع ثمانيه، يعني شهر اوت هو القمه ديال السياحه في السعيديه. ولكن مع الاسف الشديد كنشوفوا انه هذه الوقيته ما تمش تراضي ما بين الشركه او الجماعه او العمال باش المواطنين يستمتعوا من هذه الجماليه ومن هذا الموروث الطبيعي اللي سيدي ربي عطاه لنا. فهمتوا ما كتشوفوا كاين هنا كاين كينقيو اذا هذا عار، انه الشاطئ اللي فيه المواطنين كنشوفوه يتوسخ. حنا نشوفوا القرارات، شوفوا الاوساخ الزبال هنايا، وفي نفس الوقت الشاطئ اللي هو قدام المحطه السياحيه اللي كيقولوا لها فضيزه كتمشي الشركه. اذا اش من فرق ما بين المحطه تاع الشاطئ اللي في المحطه تاع السياحه تاع السعيديه والشاطئ اللي كيمشيو له المواطنين؟ ها حنا نقدروا نمشيو ونشوفوا كذلك، غادي نضربوا خطوات وغادي نشوفوا بلي انه هذا الشيء تقريبا من المدينه تاع السعيديه، من الشط اللي امام المدينه الى غايه المحطه السياحيه ديال فاطيزه. وهذا الشيء عار، حشومه انه رب العالمين يعطينا هاد الجمال. احنا كنشوفوا هنا مثلا هاي واحد القرعه هنا مرميه، مواطن اللي كيكون فايت كيقبط هاد القرعه هذه، يعني كيطوع تطوع كيهز هاد المسائل. انا شفتهم بعيني مواطنين مغاربه مقيمين في الخارج او لا مغاربه مواطنين مقيمين هنا بالداخل، وكيطوعوا لوجه الله وكينقيوا الشاطئ ديالهم. ولكن مع الاسف الشديد المجموعه الجماعه الحضاريه ديال السعيديه ما قايماش بالواجب ديالها، وهذا الشيء عار، حشومه نشوفوا واحد الشاطئ بحال هذا تاع السعيديه اللي حنا كنا كنسميوه الشاطئ الجوهره الزرقاء، تلقاو فيها بحال هاد الاوساخ هذه حشومه، هذا عار. حنا نقولوا بلي ان هذا عار باش الشاطئ تاع السعيديه
يتم فيه هاد 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 هذه مهزله، يعني انه الناس هاد هاد المجموعه هذه ما تستاهلش تكون هنا. هاد الجماعه هذه خاصها تجمع وتمشي في حالها، ويجيو الناس مواطنين اللي عندهم الغيره على البلاد ديالهم. احنا نشوفوا كذلك لهي نزيدوا نقربوا، وربما هاد العام قالوا عطاو بلي عطاو البافيون بلو للسعيديه. علاش هاد البافيون بلو؟ واش عطاوه لهاد الاوساخ؟ ربما جزاء للاوساخ، ربما هذاك الشيء علاش كيعطيو لي بافيون بلو بور 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 لا بلاد. هاد الشيء عار علينا عار علينا عار علينا باش نسمحوا في بلادنا. هذا ربي عطانا هذا الخير، ربي عطانا هذا الشاطئ الجميل. شوفوا البحر، شوفوا الرمال ذهبيه، ولكن مع الاسف الشديد كاين واحد الثغره. السلام عليكم، صحتكم. حنا جاتنا غير هذه اسبوع وانا هنايا كنتسنى الشركه تجي تهز هذه المسائل. المواطنين كنشوفهم كيطوعوا، بزاف تاع المواطنين كيجيبوا الصليح وكيرميوهم هنا، ولكن المجموعه وقع منين سولت قالوا لي يمكن واحد المجموعه تاع العمال اللي طردوهم خطره وحده في هذا الوقيته. هذا ياك هذا الشيء كاين، هذا الكلام هذا طردوهم من العمل. يمكن نبينك في اللايف ما كان مشكل، وهي هذه شهاده تاع المواطنين اللي هما هنا ولاد البلاد وعارفين ويشرحوا لنا هذا المشكل. هذا الوسخ احنا هزيناه، نعم احنا هزيناه منه ورميناه هنا. هو هنا الا بغيتوا تشوفوه، وهنا مور الكوديا نعم، ومادا بينا نشوفوه باش 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 هذا الشيء خصو يتفضح. هذا الشيء واش المشكل في الشركه؟ نعم الشركه تاع اوزون خدامين معاه، ما خلصتلهمش 3 شهور طروام ولاد البلاد هذا، اييه ما خلصتهمش، وعطاتهم كونطرا جايه من كازا. نعم قالت لهم احنا ديسنيو معنا 6 شهور، هما كان يخدم 7 سنين كان يخدم 8 سنين، يعني يخدم 6 شهور تولي عاوتاني تجدد العقده باش ما يترسمش. باش ما يترسمش حق دابا كي هادو هاد العمال هادو اللي خدامين 7 سنين 8 سنين راهم مريضين، راهم مريضين ومساكنين. واه شفتهم انا الحمد لله، دابا هادشي تاع الكونطرا يعني ما خدمتلهمش كونطرا، خدمتلهمش واه. تبغي تشد كريدي ما يعطيوكش، تبغي دير شي حاجه ما يعطيوكش، يعني العامل المسكين ما عنده لا حق لا والو، خصو ديما ديما على لا. قلت لي كاين اوساخ حدايا كنت موجود هنا، واه بحال هادشي. طلعي ما طلع هادي على اليمين تلقى واحد الكركان كان هنا، هذاك وحنا هزينا حطينا. والله اي والله يجزيكم بخير، شكرا شكرا. باش هاد الناس هادو وحاجه اخرى، البارح كان جا العامل هاد القهوه هادي اييه، وكان الصليح كان ليها في هذا البيلي هذا اييه اه، والعامل جاي القهوه هنا البارح مع اللي ولا عرضوا ولا الله اعلم، كان محطو تحت تما الصليح وهزوها، راك تشوفوا الصليح هذاك برا كاين ايه، هزوا الصليح اللي قدام وفاش القهوه كان هذيك الوسخه. شكون اللي هزوا؟ هزوا اوزون، اوزون هي اللي هزاته. وهذا خلاوه هنا، وهذا خلاوه هنا. كيف ما الحال؟ لاقاش ليها في مارينا مجموع الزبل. إذن غير محلات ولا جا السيد، إذن هذا الكلام هذا خصو يوصل للسيد عامل تاع بركان، غادي نحاولوا إن شاء الله باش يوصل. باش نهضر معاه السعيد محاضر، وهذه مواطنة، هذه بنادم يوصل وشنو كاين، ولكن إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو هذا نحاولوا باش نوصلوا. صحتكم الله يبارك، أنا أسأل الله يحفظكم. غادي نطلعوا هنا في قول كوديا نشوفوا الأزبال اللي كانت هنا مجتمعة، واللي الآن شركة تاع أوزون جالسة كتطرد في عباد الله وتطرد في العمال، جات في واحد الوقيتة اللي هي جد حساسة. واحد الوقيته اللي فيها المواطنين كيجيو يستمتعوا بهذه الخيرات تاع مولانا، ولكن مع الاسف الشديد الشركات هادو اللي هما عطيتهم هاد لا جيستيون بار ديليغاسيون ما كيقوموش بالواجب ديالهم، وحتى العمال ما كيعطيهمش الحق يعني انه العامل خصو يبقى ديما كونتراكتويل، واخا خدم معاهم 7 سنين او 8 سنين كاين مشكل مع حق العمال، وهذا الحق تاع العمال انه كيكون حاجة طبيعية، أنه الإنسان اللي كيخدم 7 سنين ولا 8 سنين مع واحد الشركة كيكونوا عنده حقوق ديالو تاع لاكوفرتير ميديكال، يعني التغطية الصحية والواجبات ديالو. مع الأسف الشديد حنا كنشوفوا ما عندهم حتى شي اعتبار لهاد، حنا كنشوفوا المؤخرة ديال الشاطئ. ها هنا، ها هو، ها السعيدية، هنا كنشوفوا. قرب شويه، قرب لهنا الناس باش يشوفوا شنو راه واقع في السعيديه، اللي كيقول لك نعطيو حنا لو بافيون بلو لواحد الشاطئ اللي هو موسخ وما كيدبرش حتى النفايات ديالو بصفه معقلنه وبصفه. ها هي السعيديه، ها هو لو بافيون بلو،
احنا نهزو هنا لو بابيون بلو تاع سعيديه. ها هو لو بابيون بلو تاع سعيديه. ها هي الاوساخ. الاوساخ اللي ما قدوش يجمعوها. اذا هذا الجماعه هذه ولا ما تستاهلش هذا الشاطئ. هذا الشاطئ الجميل ما تستاهلوش. ما قدش حتى تنقي الاوساخ وما تديهمش للمطرح العمومي. هادشي حشومه حشومه. ونتمناو باش هذا الفيديو هذا يوصل للسيد العامل ويوصل للناس المسؤولين ويحاسبوا، لان هنا كاين محاسبه لهادشي. هذه محاسبه خلاو حتى الوقيته فاش جاوا المواطنين باش يتمتعوا بالشط ديالهم، وكنشوفوا انه شنو كتوقع على شناء باش يعطوا الحق للعمال ديالهم، ما عطاوهمش الحق، وبالتالي شكون اللي كيدي الضريبه هو المواطن. إذن هانتوما المواطنين اللي كيجيو ها باش كتستقبلهم سعيديه بالاوساخ. نتمنوا باش هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه وباش يوصل للمسؤولين. انا كنتمنى باش يشوفوا السيد العامل وياخذ القرارات ديالو ويصيفط للجنه، واحد اللجنه اللي كتوقف على هذه المسائل. علاش في المحطه السياحيه قايمين بالشغل تاع النظافه، وعلاش هنا في الشاطئ اللي فيه الشعب ما كيسامحين فيه، والناس هما متبعين كل شيء، الناس راهم متبعين هذه المسائل وشاهدين. وان شاء الله الرحمن الرحيم منين تجي اللجنه غادي توقف على هاد المسائل. البارح كان هنايا السيد العامل جا ضرب زياره في المحل اللي كان غادي يجي فيه، صيفطت الشركه العمال ديالها باش نقات هذاك المكان باش السيد العامل ما يشوفش. ولكن حنايا نوصلوا الرساله ديالنا بانه الشاطئ راه متكرفص والشاطئ راه موسخ، رغم ان المواطنين يعني كيحاولوا بالوسائل ديالهم باش يساهموا في النظافه وكيجمعوها، ما يخليوش القارورات وما يخليوش الاوساخ مش تاع الشاطئ. نتمنوا باش هذه الرساله هذه توصل لذوي القرار والناس المسؤولين، وشكرا.